سادس أيام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب الذي تحل عليه الكويت. ضيف شرف معي اليوم الأستاذ فهد الهندال، الكاتب والناقد الكويتي، للحديث عن أجواء المعرض وأيضا عن مشاركة الكويت في الندوات المقامة على هامش هذا المعرض. أهلا بك أستاذ فهد. إذن تشارك الكويت ربما بحصة الأسد من الندوات المقامة على هامش معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 21، يعني هناك ندوات متعلقة بالأدب والدراما والصور الفوتوغرافية حتى، كيف تقيم التفاعل مع المنتج الثقافي الكويتي في معرض عمان الدولي؟ بداية شكرا لك أخي سلطان، وأيضا تحية للمشاهد الكريم لقناة المملكة. طبعا الكويت يعني دأبت يعني منذ زمن طويل على أن تكون حاضرة ثقافيا من خلال إصداراتها المتنوعة، وعلى رأسها مجلة العربي وبقية الإصدارات، إضافة إلى دورها التنويري في المنطقة وأيضا بما قدمته أيضا للثقافة العربية، وهذا شيء طبيعي يعني هو يكون نحن في حالة تبادل مستمر لهذه المشاركات الثقافية والإصدارات. فالكويت يعني من خلال حضورها يعني كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب هي تكمل هذه المسيرة في التبادل الثقافي مع الدول العربية، مع معارض الكتب، مع الفعاليات، مع الهيئات وطبعا المؤسسات الرسمية الثقافية وأيضا الأهلية. فلذلك حقيقة يعني كانت فرصة لي شخصيا بأن أكون أحد المشاركين في الأسبوع الثقافي الكويتي في معرض عمان، حتى تكون لي علاقة مباشرة مع القارئ العربي في عمان، حتى نستطيع أن نتبادل الحوار وأيضا الخبرة وأيضا نتعرف ثقافيا أكثر. ربما أيضا حضوري ليس فقط كناقد وإنما أيضا كناشر، التقيت مع مجموعة من الزملاء الناشرين الأردنيين. سأسأل عنه، يعني عن حركة لنقل حركة النشر العربية على المستوى التبادلي بين الأردن والكويت على سبيل المثال، كونك ناشر أو ناشرا كويتيا تشارك دار النشر التي تديرها في هذا المعرض أيضا عن طريق توكيل لدار النشر الأردنية. نعم. كيف تلمس لنقل الإقبال على شراء الكتب؟ نعم والله الحمد لله، يعني من خلال يعني اطلاعي في المعرض وجدت أن خاصة في عدد من دور النشر المشاركة من خلال دور نشر أردنية أن في هناك إقبال على الإصدارات الكويتية، خاصة أن الآن الجيل الكويتي الجديد من في سب يعني في طبعا جانب الكتابة الروائية والقصصية وأيضا حتى الشعرية والتاريخية، هناك إقبال من قبل القارئ العربي سواء في عمان أو حتى في دول أخرى، مثلا أيضا في معارض العربية الأخرى. فالحمد لله لمست هذا الإقبال، لمست هذا الحضور. كذلك إحنا في المعارض الخليجية نجد هذا الإقبال الكبير من القراء، ليسوا فقط من طبعا سكان المنطقة وإنما من يأتون زيارة إلى هذه المعارض للإطلاع، للتواصل مع المثقفين الخليجيين، لأيضا إقامة نوع من الحوارات وغيرها من التبادل الثقافي. فالحمد لله يعني هذه فرصة يعني أنا أتوقع يعني مطلوبة بأن يكون هناك تعاون مستمر بين الناشرين العرب، إما بالمشاركة المباشرة أو عن طريق التوكيل. نعم، تشارك في هذا المعرض في ندوتين، الندوة الأولى في تتبع أثر الروائي الكويتي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل، أثره في الرواية العربية. هذه مسألة يعني زاوية فنية ربما تكون ضيقة إلى حد ما، كيف تتبعت هذا الأثر وكيف تستطيع أن تتحدث عن ملامحه؟ تأثير وحضور الروائي إسماعيل فهد إسماعيل يعني كان منذ بداية يعني مسيرته الروائية من خلال روايته الأولى كانت السماء الزرقاء اللي صدرت في عام 1970. هذه الرواية وبشهادة الكثير من النقاد العرب كانت تعتبر نقلة نوعية في كتابة الرواية العربية، ويعني ربما تشارك معه مجموعة أيضا من الروائيين في هذا الخط، لكن تأثير إسماعيل كان أكثر شيء على المنطقة الخليجية وأيضا المنطقة المجاورة، إضافة إلى أنه قدم صوتا كويتيا روائيا
في الوسط الثقافي العربي، ومن خلال طبعا تتبع النقاد والقراء العرب لخط هذا الإنسان المبدع والراحل. فحاولت أن أتلمس هذا التأثير من خلال استعراض بعض النماذج للمرحوم إسماعيل، من خلال حوارات أنا قمت معاه شخصيا بصفتي ناقد وهو مبدع روائي وقاص، وتناقشنا في الكثير من المسائل والقضايا التي كان دائما يناقشها إسماعيل في رواياته، وكان يعني يتتبع دائما معاناة الإنسان العربي أينما كان، انطلاقا من القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية والركيزة المهمة. نعم، وهي يعني ربما القضية الفلسطينية ركز عليها الروائي الراحل في عدة روايات، وإن كانت يعني لا تحجز الحيز الأساسي إلا أنه كان يتطرق إليها ربما في معظم رواياته، وهذا ما لمسته أنا على المستوى الشخصي من قراءتي للروائي الراحل. الندوة الثانية شاركت بها وكانت بعنوان القدس في عيون الكويت، هذا عنوان لافت خصوصا أنه يتحدث عن فترة حساسة تم خلالها أيضا عرض بريد الكويت وفلسطين، وتم أيضا عرض صور فوتوغرافية. حدثني عن هذه العلاقة. ربما يمكن هذا الجانب لعلاقة التاريخ البريدي بين الكويت والقدس وفلسطين عموما تناول الباحث الكويتي عيسى دشتي، لكن أنا أخذت الجانب الأدبي، ولكن كلاهما يلتقيان، لكون البريد ولكون الكتابة هي أيضا تعتبر من وسائل التواصل بين المجتمعات. فنحن في الكويت يعني مع بداية التعليم والتدريس في الكويت كانت الاستعانة كبيرة بالمدرسين الفلسطينيين سواء كانوا من القدس أو من المناطق الفلسطينية الأخرى، وكان حضور القدس دائما في مختلف المناسبات التعليمية في ذلك الوقت في الكويت بسنوات مبكرة. طبعا ما بعد النكبة زاد التفاعل العربي في الكويت والتعاطف والمناصرة من خلال طبعا علاقات، من خلال فعاليات، من خلال أنشطة كانت تقدم على مستوى المدارس وأيضا على مستوى المؤسسات الرسمية في بلد ما يزال إلى الآن فتي قبل الاستقلال. تجسد هذا الأمر مع قيام المؤسسات الرسمية الثقافية، المؤسسات الحكومية بأن تكون دائما فلسطين حاضرة في معظم التعاملات، في معظم المراسلات. يمكن ما ذكر الباحث الزميل عيسى دشتي وذكر بعض النقاط والمحطات المهمة في تاريخ البريد بين الكويت وفلسطين. شكرا. فأيضا يعني في الأدب يعني كان له حضور كبير جدا من خلال القصة، وأيضا إسماعيل كان أيضا مغذي لهذا الانتماء. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ فهد، ولعل من المشاعر اللافتة في هذه المشاركة أنك تأتي من الكويت لتتحدث في عمان عن القدس، هذه التوليفة الثلاثية التي تثير فينا مشاعر العروبة الجميلة. شكرا لك على وقتك مرة أخرى.